بس اللي بتعرفوا عن حسين مؤنس وشلون وصل لهذا النجاح بحياته هو كم المعاناة اللي واجهها بحياته، لأن النجاح مو سهل، النجاح مثل نجاح مثل حملة المرأة، كل أحد يقول لك مبروك بتنجب الطفل، بس ما حد حيفكر إيش قد عانت حتى تصير حامل. وأنا أقول ليش حركة حقوق طالعة من رحم المعاناة، ثالث طلعت حركة شوف بابا، أنا من أول حلقة من قلت لكم حقوق طالعة من رحم المعاناة كانت عندي بيها رسالة عميقة، بس ولا واحد بيكم كظها، التهيتوا بالمعاناة وعفتوا الطفل. الله يا أيوب، الله عليك وانت تكذ رسائلي العميقة. المشكلة أنا هسه ورطتك بالكتائب، جيب لي طلعك من رحم المعاناة. أخوان أقدم لكم أيوب، ولد ما له علاقة بالكتائب ومدى شاقة، والله صدق والله ما له علاقة، صانع محتوى وحكيم موتيفيتر وعنده حسابات بالإنستغرام واليوتيوب وهالسوالف. المحتوى مالته حلو نوعين، نوع ما بمعنى ونوع بعد ما ناشره. أحبك أيوب، استمر دا شاقة بياك والله. فالنجاح اللي وصل لحسين مؤنس ما كان سهل، ما تعرفون إيش قد عانى حتى يصير حامل باسم رئيس حركة حقوق، ما تعرفون هذا العامر إيش قد عانى يلا نجح وصار حامل باسم رئيس تحالف الفتح. الوحيد اللي بقى يعاني وما صار حامل هو أبو مازن، لأن المعاناة كانت تجي من ورا. Come on.